على العرب أن يصحوا، كافي يقبلون إهانات من أمريكا ومن الصهيونية. في يوم 30 ديسمبر 2006 صحي العرب والمسلمين كلهم على مشهد صادم. اللي حصل في اليوم ده هو إهانة كبيرة لكل مسلم في العالم، وبالأخص لو كان عربي. في اليوم ده، واللي كان بالمناسبة أول أيام عيد الأضحى، تم إعدام الرئيس العراقي صدام حسين بعد احتلال أمريكا للعراق، وبأوامر من الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد محاكمة هزلية. ناس كتير وقتها كانت فاكرة إن خلاص مشاكل العراق انتهت، لكن اللي محدش كان عارفه إن دي هتكون البداية لمصايب أسوأ وأكبر، مش بس هتدمر العراق وإنما كل البلاد العربية والشرق الأوسط. فتعالوا بينا نعرف يا ترى كيف تم تدمير العراق، وإيه علاقة إيران وأمريكا والدول العربية بحاجة زي كده، وإزاي وصل صدام حسين من زعيم أقوى دولة عربية لمنصة الإعدام، وإيه هي الرسالة اللي حبت أمريكا توصلها للحكام العرب عن طريق إعدام صدام حسين. الفيديو ده مهم جدا لأي حد مسلم إنه يشوفه، لأن كل المسلمين اتأثروا باللي حصل فيه وبالقصة اللي هنتكلم عنها، فياريت تنشروا الفيديو على قد ما تقدروا لأنه مهم وخطير. أكيد طبعاً ما ينفعش نتكلم عن العراق من غير ما نتكلم عن أشهر حاكم في تاريخ العراق وأكتر الشخصيات العربية إثارة للجدل لحد دلوقتي. طبعاً أنت عارف أنا بتكلم عن مين؟ صدام حسين. بس قبل ما نتكلم عنه وعن حروبه وكيف تم تدمير العراق وإزاي بلد عظيمة زي العراق وصلت للوضع الحالي من ضعف وفساد، تعال الأول نعرف إزاي تم تأسيس دولة العراق بشكلها الحالي، وإزاي أصلاً اتحولت من ملكية لجمهورية. ركز بقى معايا في اللي جاي ده لأنه مهم. سنة 1914 اشتعلت الحرب العالمية الأولى، وشاركت فيها الدولة العثمانية ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وقام الإنجليز بغزو العراق ونجحوا في هزيمة القوات العثمانية وإجبارها على الانسحاب لتركيا عشان يسقط بكده العراق تحت الاحتلال البريطاني في 1917. بس الإنجليز ما حبوش يسموه الاحتلال، سموه حاجة تانية أشيك، سموه باسم الانتداب البريطاني، قال يعني كده مش هيبقى احتلال. المهم، كانت أول حاجة عملها الإنجليز في العراق هي تعيين واحد من أخطر جواسيسهم في المنطقة لإدارة العراق اسمه بيرسي كوكس. الراجل ده كان مصيبة محتاج حلقة كاملة عنه، فهو ارتكب جرائم كتير جدا بحق العراقيين، كان شيطان تقدر تقول عنه كده، هو اللي صنع أغلب دول الخليج اللي انت شايفها النهاردة دي بشكلها الحالي. بس الصراحة العراقيين رفضوا الاحتلال الأجنبي من أول يوم، وخرجوا في المظاهرات والثورات ضخمة ضد الإنجليز، ثورات شارك فيها العرب والأكراد والسنة والشيعة، وكان أهمها ثورة العشرين، الثورة اللي سحقتها بريطانيا بكل قسوة وعنف وضربتها بالطيران، واضطرت بسببها تغير سياستها الاستعمارية في المنطقة العربية كلها، وبدل الاحتلال المباشر اتبعت سياسة الاحتلال غير المباشر. ازاي؟ عن طريق انها تمنح العراق الاستقلال، لكنه هيكون على الورق بس، ويتم تعيين حاكم طيشة منظر، يعني دوره الوحيد الحفاظ على المصالح الاستعمارية للإنجليز. شفت المكر؟ وقرر بعدها الإنجليز إن هم يدمجوا 3 ولايات عثمانية سابقة، هم الموصل وبغداد والبصرة، في دولة واحدة تبع عليهم، وبكده خرج لنا دولة العراق بشكلها الحالي. لكن تفتكر انت بقى الإنجليز يختاروا مين عشان يحكم العراق؟ أكيد لازم شخص بيجتمع فيه صفات الخيانة والتبعية والعمالة، فما لقوش أفضل من الأمير فيصل ابن الشريف حسين اللي خان الدولة العثمانية هو وابوه وسهموا في إسقاطها لصالح بريطانيا، فجابوه وعينوه ملك على العراق سنة 1921. بس خليني احرق لك جزء من القصة واقولك ان الانجليز قبل ما يخرجوا من العراق عملوا 3 كوارث كانت السبب في اغلب مشاكل العراق لحد النهاردة، وده يخليك تستغرب وتسأل ازاي اغلب مصايب العراق النهاردة سببها بريطانيا. تعال اقولك. الانجليز يا سيدي كعادتهم في كل مكان احتلوه في العالم قبل انسحابهم حطوا شوية قنابل موقوتة في العراق ممكن
ممكن تنفجر في أي لحظة. فخد عندك أول حاجة المشكلة الكردية. بريطانيا اضطهدت الأكراد وحربتهم أكتر من مرة وخانت وعدها ليهم بتأسيس دولة أو حكم ذاتي، وكمان ميزت العرب عليهم. المشكلة الثانية هي الكويت. الكويت اللي كانت على مر التاريخ جزء من العراق، لكن الإنجليز رفضوا ضمها للعراق. طبعا هتسألني وتقولي ليه؟ عشان باختصار تكون منطقة عازلة بين العراق والسعودية وتبقى رأس حربة ليهم للتدخل في المنطقة وقت ما يحبوا. والمشكلة الثالثة هي الطائفية. فعملا بالحكمة اللي بتقول فرق تسد، الإنجليز كانوا هم أحسن ناس طبقوا الحكمة دي خصوصا في العراق، ففضلوا المسلمين السنة على الشيعة ومنحوهم أغلب الامتيازات والمناصب الحكومية وأبعدوا الشيعة واضطهدوهم، واللي كان الصراحة ليهم دور كبير جدا في الثورة والمقاومة. فزرع الإنجليز بكده بذور الصراع والحقد الطائفي بين الاتنين. شفت بقى ازاي ان اغلب مشاكل العراق النهاردة سببها الاساسي تلت مشاكل دول؟ خدت بالك انت من الموضوع ده؟ اهو اللي هنتكلم عنه كمان شوية اخطر واهم، فلازم تركز فيه. نرجع لموضوعنا. الملكية الهاشمية في العراق ما استمرتش كتير، حوالي 30 سنة بس، وانتهت بانقلاب عسكري بقيادة واحد اسمه عبد الكريم قاسم في يوليو 58، وتم اعدام الاسرة الملكية وتأسيس الجمهورية العراقية. وفضلت تتوالى الانقلابات العسكرية في العراق لحد ما صعد رجل واحد للسلطة، صدام حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم. اللي تولى الحكم سنة 1979. تعال بقى نعرف ايه هي قصة صدام حسين وحروبه، وكيف تم تدمير العراق، وازاي دولة عظيمة زي العراق وصلت للوضع الحالي. صحيح صدام حسين هو وولاده تسببوا في مقتل عشرات الالاف من العراقيين وكان مستبد، الا انه كان شجاع ووطني ومفيش اي حد يقدر يشكك في اخلاصه وولائه لقضايا العرب، وده غير طبعا زي ما انا وانت عارفين عداءه الصريح لدولة الاحتلال. لكن على الجانب التاني، عهد صدام حسين حصلت فيه تنمية وتقدم كبير جدا في العراق، محدش يقدر ينكره، خاصة في الفترات الأولى من حكمه. فمش هتصدق لو عرفت إن دولة زي العراق كان فيها نظام تعليمي مش بس هو الأفضل في العالم العربي، وإنما ما كانش حتى موجود في دول أوروبية وقتها، وده بالإضافة لبنية تحتية قوية وخدمات ممتازة، وده غير إن الجيش العراقي كان هو أكبر جيش عربي ورابع أقوى جيوش العالم. واوعى تنسى الاهتمام الكبير بمجال الطاقة النووية. لكن زي ما احنا كلنا عارفين، صدام حسين دخل في سلسلة حروب مش بتخلص، كل واحدة منهم أسوأ وأكبر من التانية، وهما حروب الخليج الثلاثة. اهو كل اللي حصل ده حاجة، واللي حصل بعد كده حاجة تانية خالص، حروب واحتلال وجرائم وفتن وصراعات. ده الفيديو لسه مليان مفاجآت وكوارث. فيا ترى ايه بقى هي الحروب دي اللي خربت العراق والمنطقة العربية كلها؟ فبالتزامن مع اشتعال الثورة الإيرانية وإعلان إيران عدائها الصريح والمباشر مع العرب والأنظمة العربية التانية، أعلن صدام حسين الحرب على إيران سنة 1980، الحرب اللي تعرفت باسم حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية. الحرب دي استمرت 8 سنين وراح ضحيتها مليون قتيل وخسائر بمئات المليارات. وأول ما الحرب دي خلصت كانوا هم مجرد سنتين بس، وقام صدام حسين بغزو الكويت وضمها للعراق. ساعتها بقى دول الخليج التانية خافت من مصير الكويت وقالت لك النهاردة الكويت وبكرة السعودية وباقي دول الخليج، يبقى ايه الحل؟ نقوي جيوشنا او نتفاهم مع صدام؟ غلط، نطلب حماية أمريكا. وبالفعل الدول دي جريت على أمريكا تطلب حمايتها، وشكلوا تحالف دولي تحت شعار تحرير الكويت، وشنوا ضد العراق حرب الخليج التانية. أنظمة عربية فاسدة كتير جدا كانت وقتها بتشتغل ضد العراق وبتتآمر على صدام مع أمريكا، وعلى رأسهم نظام مبارك في مصر ونظام حافظ الجحش في سوريا، الأغبياء اللي ضحوا بدولة بحجم العراق ورهنوا على خراب المنطقة كلها ودخول الأمريكان ليها، وكله طبعا بحجة تحرير الكويت، والمقابل كان شوية مكاسب مالية من أمريكا والغرب. عشان نشوف بعدها خطة ممنهجة لتخريب وإفقار العراق، زي ما الكتاب بيقول حصار اقتصادي وتحريض الشيعة على صدام ودعم المتمردين الأكراد وبلاوي تانية كتير. ولما جت سنة 2003 كان العراق في انتظار الضربة القاضية من أمريكا، وهي غزو العراق أو حرب الخليج الثالثة.
بس عارف، احتلال العراق في 2003 ما اختلفش كتير قوي عن احتلال المغول زمان، ان لم يكن اسوأ. فالاحتلال ده نتج عنه ملايين الضحايا العراقيين الابرياء، وخسائر مالية ضخمة بتوصل لتريليون دولار على الاقل. وسنة 2006 يكون المسلمين على معاد مع مشهد هدفه اذلال واحتقار المسلمين، لما قامت امريكا باعدام صدام حسين في العيد الاضحى امعانا في اذلال المسلمين. وخد بالك دي كمان عشان تكون رسالة تحذير واضحة لأي حاكم عربي يفكر يخرج عن طاعة أمريكا، بمعنى لو عملت زيه ده هيبقى مصيرك. يا أخي التاريخ ده حاجة عجيبة جدا والله. نفس المشهد ده اتكرر مع المغول لما أعدموا الخليفة العباسي في بغداد. نيجي بقى لأهم سؤال معانا، واللي تقريبا انت مستنيه من أول الفيديو، إزاي البلاد العربية كلها اتأثرت بتدمير العراق، وإزاي استفادت إيران من خراب العراق؟ هقولك، الأمريكان بعد دخول العراق عملوا نفس سياسة الاحتلال البريطاني لكن بالمعكوس، فنفخوا في نار الطائفية أكتر وأكتر. وبدل ما الإنجليز كانوا بيدعموا السنة ضد الشيعة، الأمريكان همشوا السنة، خاصة وإن هم اللي كانوا بيقاوموا القوات الأمريكية ويسلموا السلطة في العراق للأحزاب الشيعية. حتى اسمع انت بنفسك الحاكم الأمريكي للعراق قال إيه. عندما أطحنا بصدام أطحنا معه أيضا بألف سنة من التسلط السني في بلادي ما وراء نهرين، بداية من الخلافة العباسية. وده طبعا مش حبا لا في الشيعة ولا في السنة، هم مش فارق معهم الاتنين أساسا، وإنما بيلعبوا بالاتنين، وهدفهم الوحيد إن العراق يبقى في حالة خراب وصراع دايما. ليه بقى؟ لأن وجود دولة قوية في العراق زي أيام صدام بيدمر التوازن الاستعماري اللي عمله الغرب في المنطقة بعد سقوط الدولة العثمانية، واللي هو باختصار دول صغيرة ضعيفة معاها موارد كبيرة، ودول كبيرة في حالة صراع داخلي. ومن ساعتها بدأ العد التنازلي لتكسير البلاد العربية، وديك شايف الحال بعد 21 سنة شكله إيه. وبالتزامن مع اشتعال الثورات العربية في 2011 أعلنت أمريكا أخيرا انسحبها من العراق، لكن بعد ايه؟ بعد ما حطت للعراق دستور ونظام سياسي اقل ما يقال عنه انه فاشل، فضمنت ان العراق تم تدميره بالكامل، بنية تحتية منهارة وصراعات طائفية قتلت مئات الالاف من المسلمين السنة، وازمة كردية وقواعد عسكرية امريكية وسياسيين فاسدة وحرامية وموارد مسروقة بتتحكم فيها الشركات الاجنبية، وشعب فقير بيعاني، وحكومات عراقية ما عندهاش اي سيطرة على موارد البلد، وما تقدرش تصرف دولار واحد بدون مراقبة وموافقة أمريكا. لا، دايرتها وقفت على كده وبس. فبمجرد خروج الأمريكان كانت إيران على أهبة الاستعداد للسيطرة على العراق من تاني، عن طريق سياسيين ورجال دين شيعة موالين ليها، بالإضافة طبعا لميليشيات شيعية مسلحة. كل ده والعراق يعتبر من أغنى البلاد العربية، فبعيدا عن البترول والغاز العراق فيه نهرين وأراضي زراعية كتير جدا، فبكل المقاييس يستحيل ان دولة يكون فيها كل الموارد دي مع بعض وتكون في الوضع السيء اللي العراق فيه النهاردة. ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي، الكلمة الاولى والاخيرة في العراق لإيران وامريكا، عشان بكده يتم تدمير العراق ومن وراه المنطقة العربية كلها. وهي دي قصة العراق. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يوصل لناس اكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس.